السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. الله بحبايبي في كل بيت وفي كل مكان وفي كل محافظه. النهارده ان شاء الله الحصه بتاعتنا اللي هنحل فيها الجزء بتاع كلاس شيت ليكتشر 7 وليكتشر 8 نزل وراها على طول. فلو سمحت ما تراكمش ما تجمعش ما تلحمش، احنا تعبنا. الناس المحترمه اللي واقفه قدامي، لو كنت طالب يوتيوب، طالب اونلاين، طالب سنتر وما حضرتش معانا حصه المراجعه الشامله، ارجع بسرعه لخطوط الدعم، ارجع بسرعه للخط الساخن، ارجع بسرعه الارقام بتاعتنا وقول لهم لو سمحت انا عايز احجز حصه مراجعه عمر سليمان. بعد اذنك ما تكسلش على اللي انا عاوزه، عايز حاجه اعملها لي راضيني. احنا الحمد لله امتحان الشهر عدى وفات واحنا بص ابطال. تقريبا 90% من الكلام اللي قلناه جاب النص، وبلس ان ال 10% اللي فاضلين جه نفس اللي احنا شرحناه بس محتاج تشغيله مخ. موضوع بسيط، ال 10% دول لازم دايما عقلك يشتغل فيهم. ده احنا قلناهم وشرحناهم واتكلمنا فيهم وحلينا عليهم، هو غير صيغته بس هي نفس الاجابه بنفس السؤال بنفس اللي احنا عارفينه، بس انا مش عايز اقول 100% عشان الكمال لله وحده. فالحمد لله ولله الحمد، احنا عملنا اللي علينا بما فيه الكفايه، وانت عملت اللي عليك، اللي ذاكرته اللي اجتهدت اللي سمعت حصه الريفيجن. طب لو انت قاعد قدامي ما عملتش كده، شوف البرود اللي ناقصاك، ارجع للريفيجن هتلم لك جزء كبير، على الاقل هتلم لك من 80 ل 85 ل 90% من المنهج بتاع حضرتك، ثم اقعد حل معايا. فيا الله بينا، يلا بينا يا ساده محترمين نفتكر. قال لي as the depths in the water increase، لما الاعماق بتزيد. سامحني النهارده عملنا شويه، انا اللي عملت، برغم ان الموضوع لو انت حليته كده يحل عادي، بس احنا عملنا شويه تعديلات سواء في الارقام او كان في بعض الرموز او كان في بعض الالفاظ عشان اخلي لك السؤال 100% بالشكل الحديث، بالشكل بتاع الاسئله التقويميه، عشان كل حاجه تبقى مظبوطه. As the depths in the water increase، لما الاعماق بتزيد فساعتها هنا ايه؟ كانت مكتوبه لايت انتنسيتي، لا ذا ليكويد بريشر، ضغط. كل ما الاعماق بتزيد فكميه الميه اللي فوقيها بتزيد فالضغط هيزيد. يبقى الاجابه الصح increase. اللي وراه بيقول ذا فورمولا تو كالكوليت ذا ليكويد بريشر. طالما قال ليكويد بريشر الحج ميم صح، ادي الحج وادي ميم. ثانيه، مين الاتش ده يا رجاله؟ فينك اهو. مين الاتش ده يا رجاله؟ هو الهايت. جميل، ثانيه واحده، ادي ده الهايت. طب مين ده يا رجاله؟ الجي. قال لي ده الجرافيتي. طب مين ده؟ اسمه الرو، اللي هو ايه؟ الدنستي. في رقم شويه ثابت للجرافيتي 9.8، ده رقم للجرافيتي كده ثابت بنستخدمه في بعض المسائل، بس ما علينا. يبقى هنا الاجابه بتبقى سي، رو جي اتش. اللي وراه بيقول هنا بيقول لحضرتك يا باشا انا عندي فريق البحر الاحمر ذا ماكسيمم ووتر ديبس 2500 اعماق. كل ما العمق بيزيد كل ما الضغط بيزيد. اما في الجولفز تعتبر كام؟ 80. ماشي. اما ذا ميديتيريان سي اوكي كام؟ 4000. يا نهار ابيض. مين هنا بيقول لي ويتش اوف ذا فولوينج ريبريزنت ذا كوريكت اسندنج؟ اسندنج يعني ايه؟ من الصغير للكبير. خلاص، اكوردنج تو ذا فاليو اوف ووتر بريشر. جميل. يبقى انا هنا بتكلم على البريشر. كل ما الاعماق بتزيد كل ما الضغط بيزيد. طب انا عايز اقل ضغط ثم اعلى ضغط. اقل ضغط وبعد كده ده اللي بعديه ثم ننهي بالراجل ده. يبقى الاجابه الصح عندك جولف ريد سي ميريديان. يبقى الاجابه اهي اريبيان جولف ريد سي وبعد كده ميريديان، عشان برتب الضغط. اللي ورا بيقول ذا فورس، لو سمحت شيل بقى 50 اكت دي، اوف ماجنتيود كام؟ 1250، 1 2 5 0 نيوتن. يبقى ده الفورس. ماشي. اون ذا سيرفيس اريا، الاريا بتاعتي 5 متر سكوير. ذا فاليو اوف ذا بريشر، افتكر كده كان البريشر ليه قانون اسمه فا، اللي هي فورس اوفر اريا. طب باشا هو الفورس بكام؟ ما انت لسه جايبه لنا اهو، 1 2 5 0 على كام؟ 5 متر سكوير. هتطلع الاجابه 250، الوحده عندك نيوتن متر باور 2. الحمد لله. او بس كال،
او نيوتن ديت متر نيجاتيف 2. ده كله معانا اهي. ده البريشر اللي ورا بيقول the opposite figure represent the salmon. ده اسماك السلمون. between the different depths during the migration between the sea and the adapt of the pressure of water. خلي بالك السلمون كانت عايشه مش في السيرفس ولا في الدبس، كانت عايشه في النص. وكانت مميزه سمكه السلمون الجميله الشقيه بتاعتي بايه؟ تضحك ايه؟ ان كان جواها بالونه هواء اسمها عندي اير بلادر. بالونه الهواء دي كانت بتتحكم في عمليه الفلوت وكانت بتتحكم في البالانس بتاعها جوه الميه. ها قال لي هنا عشان يادبت مع البريشر اوف ووتر كان ايه؟ السكيلتون؟ لا السكيلتون لا، كانت كارتلاجينس ستراكشر. يعني ايه؟ يعني في عندها غضاريف، الغضاريف دي تحت عند سمكه الراي او الشارك ولا ليبوبروتين. ليبوبروتين ده هي عباره عن ايه؟ الطبقه الخارجيه لاي سل موجوده للسمكه اللي موجوده في الاعماق، كان فيها خلايا. الخلايا دي كان ليها كفر خارجي اسمه ليبوبروتين عشان يستحمل الضغط، عشان يبقى مرن وفلكسبل. بس برضه لا، ذا جاز في السويمنج بول. عارف ده معناه ايه؟ هنا معناه ان في جواها غاز مليان، او قصده بيها على بالونه الغاز، خلاص اللي هو اير بلادر. يبقى الاجابه الصح تبقى الاجابه بي. فيلا بينا على اللي بعديه. يلا بينا اللي بعده. كلاس شيت 7 بيقول هنا انا معايا ازازتين، ازازه فيها هواء وازازه فيها ميه. بيقول لك انا هعمل فورس عليهم، هعمل بريشر. هسالك سؤال، مين اللي بيتضغط؟ الميه ما بتتضغطش اما الهواء بيتضغط. وقبل كده جبت لك ازازتين قعدت اعملهم لك ايه؟ قلت لك الميه ما بتتضغطش اما الازازه كانت فاضيه كان فيها هواء، فالهواء قدر ان هو يتضغط. يبقى الاجابه صح عند حضرتك. A و B both accept pressure. لا، الميه كانت بي كومبريسد. قول لي في هنا ايه؟ بس زود لي بس كلمه ايه لو سمحت. قول لي ايه؟ اكسبت بريشر بيكوز ات كونتين جاز. ايوه صح، الوحيد اللي ينفع يتضغط هي ايه. طب اللي بعده بيقول بي كان اكسبت بريشر. لا، ايه اند بي دونت اكسبت. لا، واحد اكسبت والتاني لا. ذا فورس اكسيرتد اون ذا بودي ان ذا ستيشنري فلويد. اسمها فلويد. فلويد يعني ايه؟ موائع. ديبند اون اول ذا فولوينج اكسبت. صلى على النبي. البريشر رو جي اتش او البريشر بتساوي فورس على اريا. فالدرس مهم. ايوه طبعا مهم. هنا ذا ديبس، ما الديبس ده اللي هو الهايت. سيرفس اريا ما هو الاريا. طالما موجودين في القانون عايز قلم 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 قلم. ادي ده مهم وده مهم وده مهم وده مهم وده مهم. اما الجرافيتي خلي بالك ان الجرافيتي ما بيتغيرش، الجرافيتي ثابت. طب الليكويد فوليوم، انا هنا مفيش في القانونين ولا القانون ده ولا القانون ده في كلمه فوليوم، يبقى دي الحاجه الوحيده اللي عند حضرتك مش موجوده. ذا اوبوزيت فيجر اللي قدامك ده، دي حاجه كده محدبه ومختلفه الاشكال. 3 ديفرنت شيب اي بي اي بي سي بوتل كونكتد توجذر باي ذا هورزنتال بيز. ذا ليكويد ار بورد انتو وان اوف ذيم اند بيجين تو موف تو ريز تو ذا 3 فيزل انتل ذا هايت اوف ذا سيرفيس ويل بي. يبقى بالبلدي الارتفاعات كلها وصلت وكانت واحده. طب نشوف هيقول ايه؟ قال لي لا، هنا will be equal او will be same، الارتفاعات كلها واحده. ماشي. طب مثلا لو سمحت، لو انا في نقطه هنا وانت في نقطه هنا وانت في نقطه هنا، الكلام بيقول ايه؟ ده عنده عمود ميه وده عنده عمود ميه وده عنده عمود ميه، كل دول طبعا ايه؟ صح. يبقى انا كده وده عنده عمود ميه وده عنده عمود ميه وده عنده نفس عمود الميه، يبقى كلهم لو تاخد بالك على نفس الارتفاع. طب جميل، تعال نشوف بقى. ذا هاير ان كونتينر اي بيكوز هاز لارجر فوليوم. بالبلدي الفوليوم ملهوش تاثير على البريشر اساسا، مستحيل. ذا هاير انفيزل بي بيكوز ات هاز ليس بيز. ايه ده؟ برضه مالهاش علاقه. طب بص كده، اي بي سي ات ذا سيم هايد بيكوز ذا بريشر از ايكوال. صح، اي بي سي نفس الارتفاع فبالتالي ان هم عندهم نفس البريشر. اللي وراه بيقول انا عندي طبعا سؤال 4 وسؤال 5 الاثنين نفس السؤال. بيقول لي انا عندي ميه وزيت. ماشي.
الميه الويت بتاعها قد كده وده الويت بتاعه قد كده، ده الاتيتيود بتاعه قد كده، ده الاتيتيود بتاعه قد كده، ده البريشر بتاعه 1 3 5، ده البريشر بتاعه 1 4 7. مين البريشر بتاعه اكتر؟ ده اللي هو ده بتاع مين؟ قال لي هنا السكند تيوب اللي هو بتاع الميه، اما الفيرست تيوب ده بتاع الاويل، وهو كاتب لك اويل ووتر. طالما ده عامل بريشر اكتر، انا ضاغط اكتر، فده معناه ان الدنستي الكثافه بتاعتي هاير. احنا نفس الارتفاع، احنا نفس الارتفاع، بس انا ليه كميه بضغط اكتر على الماده اللي تحت؟ لان انا اتقل. يعني ايه؟ اما ده بقول عليه اخف. طب يعني ايه اتقل واخف؟ اتقل يعني عندي حاجه اسمها هاير دنستي. طب يعني ايه اخف؟ يعني عندي لور دنستي. يبقى الاجابه هنا الاويل از ليس دنس ذان ووتر. هنا هو ده الفرق ما بينهم هما الاثنين، على الرغم من الاثنين نفس الارتفاع، ولكن ده تقل في البريشر اكتر لان ده اتقل. يلا بينا على اللي بعده. شباب سؤال رقم 6 بيقول هنا دايفر دايف تو ذا ديبس كام؟ يبقى انا معايا كده الهايت الاتش قد كده متر، ماشي. بيلو ذا سي ذا دنسي اوف ذا ووتر. الله يكرمك، هو عاطيني الدنسي بتاع الميه. تعالى كده ادي كده رو اللي وراه. ذا بريشر اكس وات از ذا بريشر. حلو، بتتكلم على ميه يبقى البريشر بتساوي رو جي اتش. طب مثلا معايا الرو ومعايا الاتش، فين الجي؟ فين اللي معانا سوري الرو والاتش فين الجي؟ ما الجي قلت لك الى حد ما رقم بنثبتوه 9.8 متر سلاش سكند بار 2 متر على سكند بار 2. طب تعالى كده الدنسي بكام؟ 1025 تايمز، عايز الناس تشتغل بس معايا بالكالكوليتر، 1.25 تايمز 9.8 كام؟ اتاكد بس من نفسنا كده على الكالكوليتر، يطلع في غلطة معرفش في الحسابات، الأرقام وهي بتتسقط من الكتب لل من اللابتوب ساعات بيحصل فيها فيجن. كام؟ 1 2 5 5 6. حلو أوي، شكرا. السؤال اللي بعده بس كانسل لأن في شبيهه قدام. السؤال اللي بعده إف ذا أوبجكت إز فاوند أندر سيرفيس أوف ووتر أت ديبس 200 متر، يبقى الراجل موجود تحت على بعد 200، فيا ترى البريشر اكسيرتد باي ذا ووتر اون ذا اوبجكت ويل بي ابروكسيميت كام تايمز؟ تايمز يعني هيزيد كام مره؟ احنا كنا قايلين معلومه كل 10 متر لتحت البريشر بتاع حضرتك الضغط بتاعك بيحصل له انكريز، بيزيد كام؟ بيزيد 1 اتموسفير. يبقى كل 10 بواحد. طب دول كام؟ دول 200. هو ال 200 فيهم كام 10؟ فيهم 20 10، يبقى كل 10 متر بيزيد 1، يبقى كل 200 على طول هيزيد 20 تايم 20 مره، يبقى الاجابه هتبقى 20 تايم، تبقى الاجابه الصح هي الاجابه بي. اللي بعده بيقول four different liquid are poured into indicated measuring cylinder each lap with a depth and density. معايا الدبس والدنستي طبعا، دول هنا ليكويد، فكده كده احنا الجرافيتي ان شاء الله هنقوله ان احنا عارفينها تساوي 9.8، ماشي. انا هعطيك ارتفاع بالسنتيمتر واعطيك كمان ايه؟ اعطيني ايه؟ قال لي مثلا اعطيك هايت واعطيك ايه تاني؟ دنستي. يبقى هايت ودنستي، يبقى ده رو وده اتش، ده رو وده اتش، ده رو وده اتش، ده رو وده اتش. اما ده ايه؟ قال لي بقى اللي قدام حضرتك ده جرافيتي جي. والله بص انت لو ذكي هتعمل حاجتين، ما كده كده الجرافيتي ثابت هنا وثابت هنا وثابت هنا وثابت هنا، قانون البريشر بتساوي رو جي اتش، اضرب ده في ده من غير ما تحول، خليه زي ما هو في ده، مش تفرق كده كده ثابت في كله، واضرب ده في ده في ده وهكذا، جرب كله كده. لما تيجي تضرب كله في بعضه ده في ده، يعني رو اتش جي رو اتش جي رو اتش جي رو اتش جي، هتلاقي اعلى بريشر عند حضرتك هي الاجابه بي. يبقى انا بطبق قانون رو اتش جي في كله هلاقي اعلى واحد هو ده اللي ورا. A diver descend to the depths، واحد نزل لاعماق 30 متر، يبقى ده الهايت، موضوع بسيط. بعدين in ocean what is the pressure act on the diver in the atmospheric pressure قد كده، اتموسفيريك بريشر
ده عطاني يا باشا الضغط الجوي بي ايه يا باشا. جميل. اعرف ان الدينستي بقد كده واعرف ان الجرافيتي بقد كده. لا 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 انت عايز التوتال بريشر. فطالما عايز الضغط الكلي قول لي يا بولي هعمل البريشر بتاع الاتموسفير مع البريشر بتاع الليكويد بلس. طب انا معيش البريشر بتاع الليكويد اعمل ايه يا اخوانا؟ ولا حاجه. القاعده رو جي اتش يبقى انا معايا ده معيش ده احسبه عشان اقدر اجمعهم اجيب التوتال. الرو بكام؟ الرو اللي هو الدينستي بكام؟ 1025. الناس تشتغل معايا لو سمحتوا. تايمز الجرافيتي بكام؟ 9.8 تايمز. نزل قد ايه هايت؟ 30 كام؟ 30 1 3 5 0. ده ايه ده؟ ده البرشر بتاع الميه. طب افتكر الضغط الكلي بتساوي ايه؟ الضغط اللي عندنا 1 0 1 3 2 5 بلس الضغط اللي احنا حسبناه ضغط الميه. يبقى لان اي حد موجود تحت الميه عليه ضغطين، ضغط الهواء وضغط الميه. طالما اعطاني الهواء يبقى انا هجيب الميه واجمعهم مع بعض. 30 1 3 5 0 بلس الرقم ده كام؟ 6 0 2 7. تاني 1 0 1 3 2 5 2 5 بلس 3 0 1 3 5 0 4 0 4 0 2 6 7 5. شكرا. اللي بعده which of the following attribute by the height of Himalaya. باشا ايه هي الحاجه اللي بقارنها؟ يعني انت بتقول ايه؟ عايز اقيس ارتفاع جبال الهيمالايا. ايه الاتيتيود بالنسبه لي يعني بالبلدي كده؟ ايه المنسوب؟ منسوب ايه؟ يعني انا دلوقتي بقول ايه؟ انا على ارتفاع قد كده على انا اهو على جبال الهيمالايا، دي معناها منسوب. من مستوى منسوب الارض؟ لا، لما بقيس اي حاجه عاليه بعتمد على سطح البحر. يبقى ايه؟ انا على ارتفاع كده من سطح البحر، بقول سطح الميه من سطح البحر، يبقى المقياس الرسمي ليا هيكون السي ليفل اللي هو سطح البحر. اللي وراه بيقول واي از ريكومندد تو ذا وير ويت سوت. الناس بتلبس بدل غطس، هتقول لي عشان يحموا من الميه ما تخشلهمش. اندر هاي تو دايف اندر ووتر تو اندرستاند كوند ووتر، يعني عشان خاطر يقاوم من الساعه. على فكره الموضوع مش غلط، يعني حوار الساعه دي مش غلط، بس مش هو ده اللي بندرسوه السنه دي. اندرستاند ويز ديبس داركنس، ايه علاقه ده؟ البدله مش هتنور، انا بلبس ضد غطس عشان ماليش دعوه بالداركنس. تو فلوت جريت ديستنس، يعني عشان اطوف، ايه علاقه الطوفان؟ يبقى ولا دي ولا دي. بص بقى تو ويز ستاند ووتر بريشر، هو ده اللي انا عاوزه. انا بقاوم الضغط اللي هيقع على جسمي. ان شاء الله قلت لك ان في بعض الكائنات الخلايا بتاعتها مرنه عشان لما يبقى نازل عليها ضغط ما تحسش بخلاياها او جلدها الخارجي مرن عشان ما تحسش بالضغط فبليكسبل. نفس الكلام شويه هو ليه علاقه بالكولدنس، لو حد بيغطس او بابا بيغطس شويه كولدنس، بس الاساس ان هي تقاوم الضغط اللي هينزل على جسمي من فوق عشان ما يحصليش حاجه في الميه. فيلا بينا على اللي بعده. شباب بيقول هنا ايه؟ قال لي هنا، قال لي يا مستر دلوقتي انا عندي كونتينر في ثلاث فتحات سلندر. فانا اقول لحضرتك ادي فتحه 2 3 وكلهم موجودين هنا ووتر نفس الماده، يعني الدينستي ولا البريشر هيتغير. ماشي. قال لي بقى يا ترى explanation for the difference in the distance of traveling by the water rushing out. ليه الميه هنا بتروح لمسافه ابعد ثم ده اقل ثم ده اقل؟ هقول ان اخر نقطه متعرضه لاعلى ضغط، وطالما اخر نقطه متعرضه لاعلى ضغط فهي هتزق اعلى زق. يبقى ذا بريشر انكريز ويز انكريزنج ذا ديبس، صح. ذا دينستي انكريز ذا بريشر انكريز. الدينستي ملوش علاقه لان هم كلهم ميه. انكريزنج ذا سايز اوف ذا هول، الفتحه حجمها ملهاش علاقه. يبقى الاجابه ايه؟ قول لي، هي دي الوحيده الصحيحه. اللي بعده يا عم الحاج قال لي هنا ذير از سانك بوت هول وذ سيرفيس اريا. يبقى هنا سيرفيس اريا يعني ده الحجم، يبقى ده انا هقول عليه الايه. ماشي. ات ذا بوتوم اوف ذا سي 15 متر، حلو قوي. بيلو يبقى ده الهايت.
down the force act on it, the water on the hull boat is equal A. جميل. انت عايز ايه؟ قال انا عايز اعرف الفورس اللي هيقع عليها. لو سمحت نركز واعطيني هنا الدنسي واعطيني هنا الجرافيتي. طب ماشي مستر، البريشر بتساوي فورس على اريا. طب انا معايا الاريا بس معيش البريشر عشان اقدر اجيب الفورس. طب انا ممكن اجيب بريشر من قانون تاني، رو جي اتش. هي الرو كام؟ مين الرو؟ اللي هي الدنسيتي. الدنسيتي بتاعتنا 1 0 الناس كلها شغاله معايا 2 5 في الجي 9.8 في الهايت اللي هو الارتفاع 15. كام الشغل هنا كده؟ احسبها معايا الكالكوليتر. ماشي احسبها انا عشان بس ايه الباك اب. 1025 تايمز 9.8 تايمز 15 هيطلع معايا ان ده البريشر بيساوي كام؟ 1 5 0 6 7 5. ماشي ده البريشر بيساوي ايه؟ فورس على اريا. جميل. الرقم ده مسافه صغيره قوي بيساوي فورس على اريا. الفورس انا ما اعرفهاش بس الاريا هنا قطعوني بكام؟ ب 12. يبقى انا هعمل ايه؟ هودي ده هناك بعكس الاشاره، روح هناك يروح بالتايمز. يبقى انا هعمل ده تايمز 12 يطلع الاجابه قدام حضرتك 1808100 نيوتن اهي. يبقى انا حسبت البريشر في قانون واستخدمت الرقم اللي حسبته عشان احسب الفورس. اللي وراه بيقول لك انا عايز اعمل ريليشن بتوين ذا ووتر بريشر، يبقى البريشر وايه تاني؟ اند ذا ويت اوف ووتر ماس اباف ذا بوينت، ووزن العمود. ماشي. والضغط، كل ما وزن العمود اللي فوقيه بيزيد كل ما الضغط بيزيد. يبقى الاجابه الصح هي الاجابه ايه؟ دايركت. اللي ورا بيقول ظابط الفيجر، لو سمحت بوضح كام حاجه في الفيجر. هنا دي نقطه واحد، اللهم صل على النبي. هنا دي نقطه واحد، هنا دي نقطه اثنين، هنا دي نقطه ثلاثه، هنا دي نقطه اربعه. لو جينا خدنا بالنا ان النقطه واحد والنقطه اربعه على نفس الخط، وطالما على نفس الخط يبقى البريشر 4 يساوي البريشر 1. طب بعدين ده الضغط فوقيه اعلى شويه، انا ليا بالخط اللي عليه. يبقى جميل، ده هنا اقصر، سوري، كميه الميه اللي فوق اقصر، فطالما كميه الميه، وقال لك هنا كميه الميه كلها فين؟ فطالما كميه الميه اللي فوق دي بس، بص هنا اهي، بص هنا اهي، اعلى ضغط عندي 1 و4 لان ده اعلى عمود ميه. يعني اهو ان شاء الله اعلى عمود ميه ده، ثم ده، واخيرا ده. طب مين اللي بعده؟ 2. طب مين اللي بعده؟ 3. يبقى هنا بريشر 1 يساوي بريشر 4 وهم اعلى من بريشر 2 وهم اعلى من بريشر 3. تبقى الاجابه الصح هي الاجابه سي. اللي بعده الرجاله بيقول وات ميك ذا شارك انترنال سكيلتون ديفرنت فروم تلابيا. ثانيه واحده، معنى كلمة تلابيا يعني ايه؟ يعني سمكة البلطي. سمكة البلطي مختلف عن الشارك، ان الشارك ده كارتليجنس، فطالما حاجة كارتليجنس مالها؟ يبقى هي باشا كارتليجنس، يعني حاجة مستر غضروفية، والحاجة الغضرو السمكة فوق بوني، السمكة فوق عظم، تحت كارتليجنس. ليه؟ عشان يقدر يستحمل الضغط. ليه؟ عشان هو مور فليكسيبل. هل هيفي؟ لا. هل مور تو فراكشن يعني ممكن يتكسر؟ لا، هي مور فليكسيبل. اللي وراه اول ذا فولوينج نوت اند نوت ورك تو جيف ذا مارين اورجانيزم ذا فليكسيبيليتي اندر ذا ووتر. اهو ايه اللي بيديني فليكسيبيليتي؟ الخلايا نفسها بتاعت السمك اللي موجوده تحت اعماق الميه في الاعماق السحيقه، مالها يا عم الحاج؟ بتكون في طبقه خارجيه اسمها ليبو بروتين، يعني طبقه بروتينيه دهنيه، ودي تقدر دهنيه تتحمل الضغط، وفي نفس الوقت كارتليجينس. يبقى الاجابه الصح هتكون الاجابه ايه؟ اللي بعده بيقول له مستر ذا ستادي تيبل شو ويتش شو ديفرنت ديبس ان اكواتيك انفايرمنت ات وات ذا ديبس اوف سالمون فاوند. السالمون دايما موجود فين؟ موجود في النص، اللي هو من عمق كام؟ مش على السيرفس، من عمق 200 لحد 1000. من بعد كده السالمون ايه؟ ما تلاقوش.
طب مثلا لو سمحت ركز، هل السلمون عند 220 متر؟ لا. هل عند 100 متر؟ لا، لان هنا في تعديل مش 20 دي 100. هل السلمون ده عند 150؟ لا، 150 نزلنا في الاعماق السحيقه. هل عنده 500؟ ايوه ممكن نلاقيه عادي. فتبقى الاجابه الصح هي الاجابه سي. اللي قرب يقول لحضرتك the fish was distinct and found to have a bladder contain fluid. هي عندها bladder بس البلادر ده ما فيهوش غاز، ده فيه فلويد. اول ما تسمع فلويد يبقى الاسماك دي عايشه في الاعماق السحيقه الفيري ديب اللي هي اكتر من 2000. يبقى دور على حاجه اكتر من 2000 اهو يا باشا. ليه؟ لان هم بيعتمدوا على الزيوت اللي طالعه من الكبد وبيعتمدوا على الميه اللي موجوده جوه السمكه. Some fish have way to adapt to the pressure at the intermediate depths such as. have ايه الحاجه اللي بيخليهم يأدبت للدبس للأماكن العميقة؟ قال لي such as، خلي بالك the way to adapt to the pressure at internal، خلي بالك intermediate مش صحيقة، متوسط. في الأعماق المتوسطة ما تقولش liver oil، لا. ما تقولش fluid bladder، لا. هتقول جاز بلادر او اير بلادر. ليه؟ لان دي اللي موجوده في سمكه السلمون. تاني في النص عادي يكون عندها بلادر فيها هواء عشان يتحكم في الفلوت والدبس بتاعها. اما تحت يعتبر على الليفر اويل والفلويد بلادر. وات از ذا مين ادابتيشن ذات هيلب ذا دبس سي فيش ويز اندرستاند ذا هاي بريشر. الناس اللي موجوده في الاعماق السحيقه هنا ايه اللي بيحصل؟ بريزنت لارج سويم بلادر having strong bones، لا ما عندهاش عظم، عندها اعتبر غضاريف. present large amount of fat، علاقة الفات. present of cartilaginous، ايوه يعني ايه مستر؟ قال لي يبقى هي cartilaginous مش بوني فيش، وده بيخليها مور فليكسبل وفي نفس الوقت بيخليها يعتبر بالنسبه لي تستحمل هاي ستريس او هاي بريشر. تلابيا فيش، السمكه السطحيه اللي هي سمكه البولتي البوري او البولت ناسف. adapt to the water pressure by the skeleton and the bladder contain fluid، لا طبعا مش فلويد. طالما موجود فوق يبقى البلادر فيه هواء، طالما موجود تحت خالص البلادر فيه ميه. cartilaginous، لا طالما موجود فوق يبقى انا بوني، موجود تحت يبقى cartilaginous. طب اذا في skeleton and bladder في لوز جاز، ايوه سكيلتون والبلادر عندي في لوز جاز، يبقى الاجابه الصحيحه عندنا هي الاجابه سي. How does the water pressure affect the size of a swim bladder in the fish؟ سايز ايه ده؟ حجم. ايه علاقه الحجم بالضغط؟ ملهاش دعوه. السويم بلادر ده بيتحكم في الفلوتنج والدبس، ملوش علاقه بالبريشر. يبقى دونت افكت ذا سايز، ملوش علاقه بالسايز. وكده نكون وخلصنا البارت الرسمي الخاص بيك. فيا رجاله شد حيلكم، بارت لذيذ، جزء علمي جميل، تعلم فيه معلومات جديده، افكار حلوه. اخدت فيزيكس، اخدت شويه كيمستري، اخدت شويه ايكولوجي، اخدت شويه بيولوجي. حلو جميل، افكار، جمع افكارك. ودايما بقول لك انا في ظهرك، دايما انا معاك. ما تنساش جايزه اوائل الطلبه قربت، اختيار الاوائل الطلبه على مدار الاسابيع القادمه، بلس كمان الفان دي. هستاذن الناس كلها في كل محافظه في كل مكان، انا عامل الفان دي ده لكل الناس، ودي هتبقى مفاجاه، مفاجاه كبيره. بس انا مش هعمل ده غير لما اشقيك، غير لما اتعبك اكتر، لحد ما تقول عمر سليمان بيعمل كده عشان يحاول يهون علينا التعب اللي احنا تعبناه. وهستاذنك قول لاهلك انا بتعب وبجتهد عشان اوصل لحلمي، وانت عندك حلم ولازم تحققه، حتى لو كنت حاسس انك ضعيف في جزء لازم تيجي على نفسك فيه عشان تبقى قوي. واي بني ادم ضعيف يقدر ان هو قوي، لكن لو امن بحلمه وامن بهدفه وامن ان ربنا هيوصله المكان اللي هو عاوزه. ومن القلب بقول لك we never give up.